أستاذ هاني، يعني صف لنا الوضع الصحي في المستشفيات وكذلك الوضع الإنساني في القطاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي. أعتقد أن الوضع الصحي في حالة سيئة جدا، لأن معظم المستشفيات أصبحت خارجة عن العمل. هناك آلاف الجرحى الذين لا يستطيعون أن يتلقوا العلاج المناسب، هناك آلاف المفقودين تحت التراب الذين لا تستطيع أجهزة الدفاع المدني انتشالهم نظرا لعدم وجود الظروف المناسبة والأدوات المناسبة. هناك حالة من المجاعة التي تنتشر خاصة بالأسبوع الأخير في ظل عدم دخول المساعدات الإنسانية بعد احتلال قوات الاحتلال لمعبر رفح، بحيث أصبحت تسيطر على كل المعابر التي تحيط بقطاع غزة. هذا الوضع كارثي بامتياز، وهذا يتم في وقت ينظر العالم كله ولا يتحرك سوى بالتنديد والشجب والمطالبة، وهذا تقابله قوات الاحتلال بإذن من طين وإذن من عجين، وتواصل حربها، حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، رغم أنها لم تستطع أن تحقق معظم أهدافها، ولكنها لا يوجد لها خيار آخر، لأن وقف الحرب بدون تحقيق الأهداف الإسرائيلية سيعني هزيمة كبرى لإسرائيل، وستؤثر على دورها المستقبلي، وستؤثر حتى على وجودها في المنطقة. نعم أستاذ هاني، لكن ماذا عن ما قالته القيادة الأمريكية بأن المساعدات بدأت في التحرك إلى الشاطئ عبر رصيف بحري عائم إلى القطاع؟ أولا، هذا الأمر نسمعه منذ يعني عدة أيام، ولكن حتى الآن لم نرى الشيء الكثير، وإمكانيات دخول المساعدات عبر الممر البحري محدودة نظرا لتعذر وصول السفن والحاجة إلى محطة أخرى، إضافة إلى عدم الاتفاق على الجهات التي ستتسلم المساعدات، حيث قوات الاحتلال تصر على وجود جهات موالية لها وترفض الأونروا وترفض السلطة القائمة في قطاع غزة، وهذا يعقد الأمر ويجعل إرسال المساعدات مشكلة أكثر مما تكون حلا، كما لاحظنا من خلال يعني قتل عدد من المواطنين أثناء استلامهم المساعدات، وهذا الأمر يدل على أن قوات الاحتلال لا تريد يعني أي مساعدات إنسانية، هي تقوم بالسماح ببعض المساعدات حتى لا ينقلب العالم كله بإجراءات ضدها، وبالتالي ليس أكثر من زر الرماد في العيون. المجاعة والحصار جزء من الحرب التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. قطاع غزة بحاجة إلى أكثر من 500 شاحنة يوميا تدخل إلى القطاع حتى تسد سواء حاجات الطعام أو الوقود أو الماء أو الغذاء، ولكن يعني ما يدخل عدد محدود جدا، وفي أيام لا يدخل أي شيء، وهذا الأمر يؤدي إلى فعلا مجاعة حقيقية في قطاع غزة. نعم أستاذ هاني، يعني ماذا عن من نزحوا من مدينة رفح؟ يعني كمية كبيرة من السكان أو عدد كبير من السكان قاموا بالنزوح، أين المكان الآمن بالنسبة لهم والملاذ الآمن لينزحوا إليه؟ أنا أعرف بعضهم، زملائي يعني في المركز الذي أعمل به، هم لا يجدون أي مكان آمن، وكل الأحاديث الإسرائيلية عن المناطق الآمنة خداع، تستهدف مراكز الإيواء بشكل مستمر، كما استهدفت المستشفيات، كما استهدفت المؤسسات الدولية والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وكل شيء، وبالتالي مئات الآلاف من الفلسطينيين يجلسون في أي مكان يمكن أن يجلسوا فيه بدون أن تتوفر فيه أبسط الشروط الإنسانية للعيش السليم.